يعني هم ماذا يقدموا للشعب العراقي اي رسالة هم دا يقولوا للشعب العراقي انت انتخبت او ما انتخبت بالنتيجة احنا بس احنا اشقد ما نقدم لك وعود مجرد ما نعبر العتبة الانتخابية راح مستعدين نتحالف مع الشيطان وهذه خلي جواها خطين يعني كل واحد فيهم مستعد يتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول الى سدة السلطة والوصول الى سدة الحكم لانه ماكو ما يوجد ما مشروع يعني ماكو قوة سياسية هذا مشروعي انا بالنتيجة راح, اتحالف انا هنا انا اقاطعك هم مستعدون طبعا. ان يتحالفوا مع الشيطان لا كانوا متحالفين مع الشيطان في ايام المعارضة وبعد استلامهم للسلطة تحالفوا مع الشياطين شياطين الارض كلها هذا التوصيف قاسي وحقيقي يعني بصورة عامة تعرف هي احنا نرجع الى مفهوم انه انه البعض يرفع شعار انه السياسة لا قلب لها، اما التحالفات مع الشياطين فدائما التحالفات مع الشياطين في بعض الاح في بعض الاحيان اذا نتكلم عن مرحلة المعارضة واعرف انا ايش تقصد بالتمام، نعم كانت امريكا في نظر البعض شيطان اكبر ولكن تم التحالف معها لانه كان العدو بذاك اللحظة صدام حسين وكان صدام حسين شيطان اكبر عراقي. وبالنتيجة أن تتحالف مع شيطان كي تزيل شيطان آخر من هذا المنظور هم يعني قاموا بسلسلة التحالفات ولكن بصورة عامة أنا أتكلم الآن على الحالة السياسية العراقية في داخل المجتمع العراقي في داخل البيت العراقي في هذه المرحلة الحساسة جدا اليوم أنتم كسياسيين تتقاطعون بكل شيء تختلفون بكل شيء تدخلون الانتخابات مفترقين تقومون بفتح الملفات على بعضكم التسقيط على أوسع أبوابه وبعد ما تخلص الانتخابات كلكم تروحوا قعدتوا على طاولة واحدة شكلتوا إطارات شكلتوا تحالفات وكأنه شيء لم يحدث شنو الرسالة تقدموها للشعب العراقي يعني هذه هذه طريقة في التعامل السياسي مع مخرجات الانتخابات هذه الطريقة في التعامل السياسي مع مشاعر الشعب العراقي طريقة غير محترمة لا للشعب العراقي ولا حتى لأنفسهم ولهذا نعم. المساحه والفجوه اللي جاي يصير بينه وبين المجتمع فجوه كلش كبيره هذه بالاضافه الى التقييم الاقليمي والدولي